عن مباراة الأخرى التي جمعت بين فريقي التعاون وفريق الاتحاد. استطاع الفريق التعاوني أن يكسب الفريق الاتحادي بهدفين مقابل هدف واحد سجل الفريق التعاوني الكابتن حسين النجعي والكابتن بدر الخميس، بينما سجل الهدف الوحيد للفريق الاتحادي الكابتن وندل، والذي هو تسبب أيضا في ضربة الجزاء. نشاهد هذا الملخص لأهداف المباراة. بدر يلعبها ممتازة، ممتازة، انفراد تعاوني، انفراد، جول! منصور النجعي يحرك شوط المباراة الثاني. صفقة الاتحاد في الصيف وصارت للتعاون وجت من منصور، جت من منصور، انفراد يترجم منصور النجعي في المرمى على فوز على فريق كبير. بدر صاحب نصف هدف، يلعب عرضية، جول! كلاكيت ثاني مرة، الخميس وحسين، الخميس والنجعي، ياهي ضربة ياهي قوية. 2-2 للتعاون. بدر الخميس وش يسوي؟ وش يعمل؟ وش يصنع؟ حسين النجعي، فيها شيء التعاون ولا لا؟ فيها شيء السكر؟ وش تسوي يا حسين؟ غيابات يجب ان تذكر وبالاسم، لكن هذه الكره ملعبها وندل، فرصه التخليص، يسقط وندل، احتجاجات، القرار، ركله جزاء اتحاديه. وندل ولا فهد؟ جول! الاتحاد يعود العميد 10 دقائق.